السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة ماء رمضان، تحياتي لكم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في موضوع يا جماعة الحقيقة يعني أنا أتكلم عنه وقلبي يبكي وفي ألم. الناس اللي بتقعد تشتري من على النت واللي بتباع على النت، ما تشتروش من حد اللي بيكون موثوق فيه. لما يعني انا واحد بعرض سلعه، الراجل ده معروف اشتري منه، مش معروف يبقى ما بعتلوش فلوس الا ما اتاكد ان الراجل دوت امين او مش امين. يا ريت الناس تعي الكلام دوت وما تتكررش، لانك كررت اكتر من مره. الموضوع ده كتر قوي على النت، اي موقع تواصل اجتماعي سواء الشارع او البايع لازم يبقى فيه واحد يضمنكم او راجل امين. الراجل اللي بيبيع ده يكون راجل مؤتمن ومعروف. والله العظيم الواحد زعلان على اللي بيسمعه. واحد بيتصل عليا بيقول لي انا بعت لواحد 2500 وبعت لي ماسوره ميه وما عادش يعرف يتواصل معاه تاني، واعمل له بلوك وما عادش يعرف مكانه. وواحد تاني لسه اليومين اللي فاتت ده همت، واحد بعت له 2000 جنيه على اساس يشتري منه بندقيه، بعت له ال 2000 جنيه وما عادش عارف يتصل بيه تاني، واعمل له بلوك واعمل له حظر والناس تدخل له شمال ويمين، محدش عارف يوصل له. فرجاء اللي يشتري حاجه من حد يشتري من واحد مضمون وعلى النقيض، تمام؟ يكون واحد معروف يضمنه. يعني مثلا وليكن في ناس كتير معروفه على النت، يا فلان تعرف فلان، يقول لك اعرفه، خلاص تضمنه اضمنه، اتوكل على الله، ما تضمنوش خلاص. واقول نصيحه للرجل النصاب، والله ثم هتاخد ايه؟ هتاخد ايه من الدنيا؟ خدت 10,000، خدت 100,000، خدت مليون، خدت الدنيا كلها من حرام، والله لن تنفعك امام الله. والله ثم والله ثم والله هتيجي يوم القيامه الراجل اللي انت نصبت عليه ده هيجيبك وهيقول لك فين الفلوس اللي انت خدتها مني. هتقول له منين؟ معيش فلوس. معاك حسنات اكيد هياخدها منك، ما معكش حسنات هيكب عليك السيئات بتاعته بحقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال لا، بل المفلس من امتي ياتي يوم القيامه وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك واخذ مال هذا، ثم ياتي اللي له الحق فياخذ من حسناته حتى اذا فنيت حسناته ادلهم السيئات ثم طرح في النار. ايها الظالم والنصاب، عد وارجع الى الله وتب قبل فوات الاوان ورد المظالم. شرط التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها. يا رب الكلام ده يوصلك. وتعي ما أقول، إلحق نفسك، والله العظيم أنت فاحل لنفسك حفرة ما انتش قدها. رد المظالم إلى أهلها قبل فوات الأوان. وكل الناس اسمعوا نصيحتي، محدش يشتري من الناس مؤتمنين أو معروفين. وتحياتي لكم وكل سنة وانتم طيبين، وبحبكم في الله، وتابعونا في كل جديد. ومعانا شرح فيديو عن الحمام البري، لان في ناس ما تعرفش شكل الحمام البري والوانه. فيلا بينا نتابع الفيديو، واللي اول مرة يشوفنا يعمل لايك واشتراك عشان يوصلوا كل جديد. وتحياتي لكل متابعين القناة، بحبكم في الله، ويلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهدينا قناه ماء رمضان، تحياتي لكم ولكل اللي عملتوا خير، بحبكم في الله، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. واحلى تحيه لاحلى المشاهدين في الدنيا كلها. النهارده الفيديو اللي معانا يا جماعه مطلوب، لان في ناس كتير ما تعرفش الحمام البري وشكل الحمام البري. الحمام البري معانا هو بيبدا من لون ابيض اهو بنفس الراس دي، شايفين الدماغ عامل ازاي والجزء عامل ازاي؟ زي اليمامة بس ده فرد حمام، والتاني اهو الملبط
ماشي، واللون دوت برضه نفس الدماغ كل واحد اهو تمام، واللون الازرق واللون الاسود واللون البني ده، ده الحمام البدري يا جماعه، اللون الاسود اهو منه، نفس الراس ونفس البوز كل واحد كده تمام. كده الحمام البدري تعرف اهو، في منه 7 الوان واللون الازرق، دول اللون الازرق ده الاغلبيه بقى في البر تمام. واحلى تحيه واحلى مشاهدين واحلى شيخ احمد، وتحياتي لاهلي السعيد تمام، وتحياتي للقناص خالد والقناص عمرو صاج واهل صاج والقناص عبد الله، وتحياتي لاحلى مشاهدين في العالم والقناص مصطفى الزناتي، وكل عام وانتم بخير واحلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا. وده